تمام. ايوه، والان نبدا معكم في تصوير الثلج. هذا هو الثلج هنا يتهاطل بشده، والساعه الان كم الساعه يا عمر؟ الساعه كم؟ 7:30. وهذا هو الثلج لكم يعني هنا في البلكونة الآن. 7:30 الصباح. الصباح 7:30. هذا عمر، تعالوا نتكلم. هذا أنا هنا في الثلج، ولما نتكلم الدخان ويطلع الدخان يطلع. فهنا مرة أخرى في الثلج، نحن هنا وعمر في المطبخ يعمل القهوة. هذا هو، وإلى اللقاء.